السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة شباب هنتكلم عن أول دروس عندنا من دروس التاريخ للصف الثاني الثانوي، اللي هو بيتكلم عن حضارات شبه الجزيرة العربية قبل ظهور الإسلام. المنهج بتاعنا كله بيتكلم عن التاريخ الإسلامي، فاحنا عايزين نشوف المنطقة اللي ظهر فيها الإسلام وهي المظاهر الحضارية اللي كانت موجودة فيها. فبيقول لي هنا آدي منطقة شبه الجزيرة العربية قدامنا، منطقة شبه الجزيرة العربية. بالله هذه المنطقة ظهرت فيها بعض المراكز الحضارية، سواء في جنوب الجزيرة العربية، في جنوب الجزيرة العربية هنا، أو في غرب الجزيرة العربية اللي هي في بلاد الحجاز، أو في شمال الجزيرة العربية سواء في بلاد العراق أو في بلاد الشام. بنبدأ أول حاجة بالحضارات التي ظهرت في جنوب الجزيرة العربية اللي هي حضارات بلاد اليمن. لقينا في بلاد اليمن اللي هي بتقع في جنوب غرب الجزيرة العربية ثلاث ممالك ظهرت قبل الإسلام وانتهت هذه الممالك وسقطت قبل ظهور الإسلام. طب إيه هي الممالك دي؟ الممالك دي اللي هي مملكة معين وسبأ وحمير. الممالك دي ممالك ظهرت على التوالي. يعني إيه على التوالي؟ يعني مملكة تظهر وتقوى ثم تبدأ تضعف، وبعد ما تضعف تبدأ تظهر مملكة تانية، ثم المملكة التانية تتغلب على المملكة الأولى، وبعد كده تبدأ تضعف هي كمان، وبعد كده تظهر المملكة التالتة فتتغلب عليها، وهكذا. يبقى ثلاث ممالك ظهروا قبل ظهور الإسلام وسقطوا أيضا قبل ظهور الإسلام. طيب المملكة الأولى مملكة معين. هذه المملكة ظهرت وازدهرت وكانت بتقع في منطقة اسمها منطقة الجوف. يبقى هي بتقع في اليمن في منطقة اسمها منطقة الجوف أو الجوف، وكانت عاصمتها مدينة اسمها قرناو. لما ضعفت هذه المملكة كانت في مملكة تانية بتظهر اللي هي مملكة سبأ. دي بتقع في جنوب غرب الجزيرة العربية. خلاص؟ جنوب غرب يعني جنوب غرب اليمن. وعاصمتها مدينة مأرب. وكانت مشهورة بسد كبير جدا اسمه سد مأرب على اسم العاصمة. ثم ظهرت مملكة أخيرة اسمها مملكة حمير. دي بتقع بين مملكة سبأ وبين بحر اسمه بحر القلزم. البحر القلزم اللي هو البحر الأحمر حاليا. آدي مملكة حمير، المفروض هنا مملكة سبأ، وآدي البحر القلزم اللي هو البحر الأحمر. هنا مملكة حمير، وآدي معين أول واحدة، وفي هنا مملكة إيه؟ سبأ. هذه الممالك قلنا ظهرت واختفت أو انتهت قبل ظهور الإسلام. مملكة حمير كانت العاصمة مدينة اسمها ريدان أو ظفار. مدينة اسمها ريدان أو ظفار. يبقى احنا في الممالك التلاتة دول بنعرف ثلاث حاجات. بنعرف الموقع بتاعهم وبنعرف العاصمة بتاعت كل مدينة. بس خد بالنا هنا مدينة سبأ. المدينة دي كان عندها سد اسمه سد مأرب. والسد ده انهار بسبب سيل اسمه سيل العرب. نتيجة انهيار السد خرجت هجرات كتيرة جدا من بلاد اليمن إلى الشمال. في اللي منهم راح مدن الحجاز، وفي اللي منهم راح منطقة شمال الجزيرة العربية زي الشام أو العراق زي ما هنشوف دلوقتي. طيب في عندنا في مدن الحجاز مدن كتيرة جدا. طبعا أشهر مدن الحجاز هي مدينة مكة. طب إيه شهرة مكة؟ شهرة مكة عندي حاجتين. أول حاجة إن هذه المدينة بتقع على طريق التجارة بين الشام وبين اليمن، فكل التجار بيعدوا عليها فهي معروفة وكانت بتتاجر معاهم كمان. الحاجة التانية ان مكة فيها الكعبة. يبقى اذا شهرة مدينة مكة حاجتين، اول حاجة وجود الكعبة، تاني حاجة وقوعها على طرق التجارة وكانت بتسكنها قبيلة قريش. المدينة التانية عندي مدينة يثرب التي عرفت فيما بعد باسم المدينة المنورة. هذه المدينة سكنها قبيلتي الأوس والخزرج. هذه القبائل أصلها من القبائل اليمنية اللي هجرت إلى الشمال بعد انهيار سد مأرب. أصلها من القبائل اليمنية التي هاجرت إلى الشمال بعد انهيار سد مأرب. طيب هذه المدينة شهرتها أنها واحة زراعية. يعني إيه واحة زراعية؟ يعني منطقة موجودة في قلب الصحراء بتقوم فيها الزراعة. وكمان اشتهرت انها بتقع ايضا على طرق التجارة بين الشام وبين اليمن.
طيب دي مدن الحجاز. الاقي بعد كده عندنا في بعض الممالك اللي ظهرت في شمال الجزيرة العربية، سواء في بلاد الشام او في بلاد العراق. يبقى انا عندي ممالك ظهرت في شمال الجزيرة العربية سواء الشام او العراق. هنمسك الاول في بلاد الشام. هنلاقي ظهرت في القرن الثالث الميلادي ثلاث ممالك، تضمر والغساسنة والانباط. هذه الممالك اصلهم او اصل العرق بتاعهم او اصل السكان من القبائل اليمنية التي هاجرت الى الشمال بعد انهيار سد معرب. هناخد من دول كلهم مملكة الغساسنة. هذه المملكة ظهرت في القرن الثالث الميلادي، وكانت اصلهم من قبائل اسمها قبائل الازد اليمنية. قبائل اسمها قبائل الازد اليمنية. قبائل الازد دي استقروا حول بير مية هنا اسمه غسان، عشان كده اطلقت على هذه المملكة مملكة الغساسنة. طيب العاصمة بتاعتهم ايه؟ العاصمة بتاعتهم مدينة اسمها الجابية، مدينة الجابية. اشهر الملوك اللي كانوا موجودين عندهم او اخر الملوك واحد اسمه جبلة ابن الايهم. جبلة ابن الايهم. طب ايه شهرة جبلة ابن الايهم؟ شهرة الراجل ده ان هو كان من الملوك بتوع الغساسنة اللي كان بيساعد الروم في حربهم ضد المسلمين في معركة اسمها معركة اليرموك. يبقى اذا الراجل ده كان ليه تحالف سياسي، او مملكة الغساسنة بصفة عامة ليها تحالف سياسي مع المملكة الكبيرة القريبة منها اللي هي دولة الروم. فكان جبل ابن الايهم ملك الغساسنة واقف مع الروم اثناء حربهم للمسلمين في معركة اليرموك. وطبعا انتهت المعركة بانتصار المسلمين، فتحولت الغساسنة الى جزء من الدولة الاسلامية. طيب نيجي بعد كده نشوف مملكة تانية في العراق اللي هي مملكة الحيرة. مملكة الحيرة نشأت في القرن الثالث الميلادي. وعلى فكرة الحيرة برضو أصلها من أو الناس اللي سكنوا فيها من القبائل اليمنية اللي هجرت إلى الشمال بعد انهيار سد معرب. ظهرت في القرن الثالث الميلادي واعتنقوا الديانة المسيحية، وعلى فكرة الغساسنة أيضا كانوا معتنقين الديانة المسيحية. طيب اشهر الملوك اللي في الحيرة الملك اسمه النعمان ابن المنذر. اشهر الملوك النعمان ابن المنذر. طيب النعمان ابن المنذر ده او مملكة الحيرة او المنازرة كانت قريبة جدا من دولة الفرس، فكانت عايزة تتحالف مع دولة الفرس لما كان الفرس بيحاربوا الروم. يبقى انا عندي الحيرة مع الفرس عشان قريبة منها، والغساسنة مع الروم بيتحالفوا معاهم. لما كان الروم بيحالبوا الفرس كانت الحيرة تقف مع الفرس والغساسنة تقف مع الروم. برضه هذه المملكة انتهت بفتح بلاد العراق او فتح الحيرة اللي تم على يد القائد خالد بن الوليد في عهد الخليفة ابو بكر الصديق. طيب احنا كده اتكلمنا عن الممالك او الممالك اللي ظهرت فيها الحضارات قبل الاسلام في منطقة شبه الجزيرة العربية. تاني حاجة هناخدها اللي هي مظاهر الحضارة في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام.